نعم هذا بدون شك هو الآن هذا هو الصراع الواضح، لكن بالتأكيد هناك صراع خفي. وأضيف إليك بأن الصراع التاريخي القديم اللي بين فرنسا وأمريكا هذا صراع قديم ولا زال لحد الآن، ولذلك أمريكا بدون شك حتقف إلى جانب إيطاليا. إيطاليا سوف إن لن يكون لها نفوذ كبير في ليبيا، وسوف لن تكون لها حظوة في ليبيا، وسوف لن يكون حتى إمكانيات عسكرية فيها تعمل عمليات عسكرية في ليبيا إلا إذا كان الحليف الأمريكي وراهم. هذه هي الحقيقة. فصراع الدول الآن أصبح ضاعف في ليبيا، والسبب الرئيسي أنا أقول لك اللي خلى الليبيين لحد هذه اللحظة خلال 7 سنوات الماضية لم يستطيع الليبيين يتوافقوا على شيء حتى على اجتماع عادي، هو هذا الصراع الإقليمي والصراع الدولي. هذا بدون شك صراع واضح، وهذا الصراع راه قديم من أيام القذافي للأسف، لكن القذافي لأنه كان حاكم بقبضة حديدية كان غير ظاهر، ولكن كان حقيقة كان هناك صراع أوروبي أمريكي حول ليبيا وحول المصالح في ليبيا وحول النفوذ في ليبيا. والقذافي كان مسلم فيه بطريقة غير مرئية، ولكن هذا هو الواقع يعني. طيب لذلك